هل فعلا جسم البيج رامي في سنة 2015 كان أحسن من سنة 2022 بمراحل، ولا دي هتشاية؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم ايجو دميجو فات فورمتك في البيت. لو دي اول مره تنورني هنا في القناه، حابب اعرفك بنفسي سريعا. انا اسمي ماجد محمد، انا فيتنس اونلاين ترينر هنا من البيت، بقدم لك محتوى عن الفيتنس، عن الرياضه، عن الاكل، كله من البيت، بحيث ان انت لو ما عندكش وقت فباشا الكونتنت تحت امرك في القناه هنا. بدون نخوض في التفاصيل، حد من المتابعين بصراحه كان بعت لي الفيديو ده وكان بيقول لي ان ده احسن شكل كان للبيج رامي من سنة 2015، فمتشوق جدا ان احنا نشوف الفيديو مع بعض ونكومنت على كل حاجة فيه. طبعا انا مش قصدي ان انا اعدل على البيج رامي ولا اي حاجة، بس الرينج اوف موشن الجامد قوي ان انت تنزل لتحت قوي خصوصا بالبار، بيحط الكتف بتاعك في حاجة اسمها شولدر هايبر اكستنشن، مش بيبقى بوزيشن كويس قوي بصراحه ان انت تنزل للاخر قوي، يعني حفظا على سلامه الاربطه والاوتار بتاعه الكتف بتاعك. طبعا انا مش بعدل عليه يا جماعه عشان ما حدش يكتب لي في الكومنتات انت بتعدل عليه، بلس ان في كذا حد برضو معلش كان قال لي حاول تقلل من كلمات الانجليزي شويه عشان نفهمك اكتر. انا اسف، انا هحاول برضو ان انا اعمل الكلام ده. لو في كلمه ملهاش اي ترانزليشن او ملهاش اي ترجمه انا اسف والله، هحاول اقولها لكم برضو بحيث ان الكل برضو يبقى ايه على علم وعلى درايه بالكلام اللي انا بقوله. شولدر هايبر اكستنشن ده وضعيه ان الكتف يبقى راجع لورا قوي كده، فما بيبقاش كويس ان انت تحط الوضعيه ديت على الكتف بتاعك علشان ما تتصابش. رفرفه الجانبي، طبعا من واضح ان هو كان لسه صغير في السن، هو لسه ستيل صغير ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه. وعلى فكره يا جماعه البيج رامي وصل النهارده، وصل وكان الاحتفال بتاعه في المطار كان زاخر. ممكن حتى احط لكم كده فيديو سريع لسامسونج موي كان مشيره وكذا حد يعني من الاثليتس او من لعيبه كمال الاجسام. اكتر حاجه بصراحه هتلفت نظري وهتلفت نظركم في الفيديو ده هو الوسط الرفيع بتاع البيج رامي في سنه 2015. طبعا منطقي جدا، الله اكبر يا جدعان، كنت بقول لكم منطقي جدا ان مع زياده الحجم العضلي ان للاسف منطقه الميد سكشن او منطقه البطن او الجناب تكبر. ليه؟ لانك بتاكل كتير، بتاكل كتير، بتاكل سبلمنتس كتير، بتحزق كتير، فكل الكلام ده برضو بيأثر بالسلب على منطقه الميد سكشن. بس الموضوع كله نسبه وتناسب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو الماجنس بتاعك زاد انش والوسط بتاعك زاد انش، فانت تقريبا ما حصلش حاجه، فاهم؟ ده زاد وده زاد، بروبوشن او النسبه والتناسب ما بين عضله اللاتس او الماجنس بتاعك والوسط هي هي، ما زادتش، فاهمني؟ لان واحد لواحد. عارف بقى لو الماجنس بتاعك ما زادش والوسط هو اللي زاد انش، هيبتدي يبان عليك بقى جامد جدا. وده بالظبط للاسف اللي حصل مع البيج رامي بتاعنا. البيج رامي البطل بتاعنا دراعاته كانت صغرانه شويه زي ما حللت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، ووسطه كان كبران شويه، فطبعا ده اللي لفت النظر ان الوسط بتاعه مش اصغر حاجه. طبعا في البوز اللي احنا شايفينه قدامنا ده التان اون بوينت، التان بتاعه تحفه. في نفس الوقت ما شاء الله وسطه رفيع قوي، ممكن اقول لك العضلات بتاعته اصغر شويه من اللي هو واصله حاليا، بس الاستريشن او التفاصيل اللي في رجليه واللي في بطنه وسطه يا جماعه كان رفيع قوي قوي قوي. برضه كان في كذا حد كان يعني ما انتقدنيش، حتى عارف انا ممكن اتقبل الانتقاد عادي جدا، ما عنديش مشكله فيه لو كان باسلوب كويس، بس ما تخش تشتمني في الكومنتس وتقولي خد رايي او قوله في فيديو. فكان في حد كان بيقول لي انت بتتكلم عن الميد سكشن ليه؟ انت بتتكلم عن منطقه البطن ليه؟ وشتمني يعني، وقال لي انت مش بتتكلم على كلاسيك فيزيك، انت بتتكلم على اوبن ديفيجن. ده حد كان على انستجرام يعني، لو مش متابعني روح اعمل فولو هناك، في سسبنس جامد قوي. يا جماعه الموضوع كله مش موضوع كلاسيك فيزيك ولا مينز فيزيك ولا اي حاجه، الموضوع كله دلوقتي بيبصوا على النسبه والتناسب، وان فعلا من سمات الجمال ومن سمات البوينتس اللي ممكن توقعك لو وسطك كبير. فدي جينات بس لو كلت كتير للاسف زي ما حصل دلوقتي مع البيج رامي بسبب الضخامه العضليه اللي هو وصلها ما شاء الله الله اكبر، فللاسف دي حاجه انت ما تقدرش تلعب فيها الا بقى ممكن تتعود عن حاجه اسمها فاكيوم بوزز تبين. فاكيوم ده كان ارنولد كان بيستخدمه علشان يبين ان الميد سكشن او منطقه البطن عنده اصغر شويه،
يعني الموضوع كبير. بس فالموضوع بتاع الميد سكشن مهم جدا، زي ما هو مهم برضو للكلاسيك فيزيك والمنس فيزيك، لكل الديفيجنز بتاعت البادي بيلدينج، بخلاف طبعا البيكيني ده بره عننا. التفاصيل بتاعت الكوادز، انا بقول لك التفاصيل بتاعت الكوادز او رجلي احسن من 2022، والتان احسن من 22، والاضاءه احسن من 22. ما شاء الله، يعني انا حاسس ان الكاميرا اللي بتصور احسن من 2022، مش عارف ليه، او يمكن عشان الفوتج لسه ما طلعتش. فما شاء الله يا جماعه، السايد بوز ده يعني جريج دوسيت قال لك ان احسن سايد بوز في العالم، البوز اللي هو عمله اللي هو بالجنب ده اسمه سايد بوز، احسن سايد بوز في العالم البيج رومي. بص بقى، بص وركز معايا. اولا تفاصيل الجلوتس والهامسترينجز اللي هي مؤخرات الرجلين والرجلين التوتا يعني من الاخر، طبعا ما فيهاش حته الماسل ماتشوريتي. ايه الماسل ماتشوريتي ديت؟ العضله نفسها مش ناضجه كفايه. طبعا انا مش بعدل برضه على البيج رامي يا جماعه، انا بقارن وبتكلم في علم دلوقتي. الماسل ماتشوريتي ديت يعني العضله اتهانت. العضله لما تتهان ده معناه ان انت نضجت، بيقول لك من الاخر كده يعني عشان ما ادخلكمش في تفاصيل. نضجت يعني ايه نضجت؟ يعني كل الالياف العضليه اللي فيها بقت واضحه وضوح الشمس. لو حطيت البوز ده او الهيئه دي ب 2022، لا طبعا 2022 تكسب بكتير جدا. بنتكلم على الجزء التحتاني، لسه ما طلعتش على الجزء الفوقاني. الجزء التحتاني يكسب، الجزء التحتاني في 2022 يكسب بجداره. ليه؟ لان التفاصيل، بص حتى على السمانه، يعني تعال نكمل كده. السمانه دلوقتي اكبر بكتير. التنشيف قوي مش قوي بصراحه. العضله لسه ما اتاكلتش، ما نضجتش 100% زي طبعا في 2022. الظهر اللور باك احسن من 2022. ليه بقى احسن من 2022؟ لان للاسف يا جماعه زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، ان بيج رامي للاسف عنده مشكله في النيرف او في العصب في اللور باك. وعلى فكره دي نفس المشكله اللي كانت جات لروني كولمان، ومحمود الدره كابتن محمود الدره يشكر، كلم له احسن دكتور مختص في الحته ديت. وكنت قلت لكم يا جماعه حاولوا تشيروا الفيديو على اكبر نطاق بحيث ان الفيديو ده يوصل له، سواء من عندي او من عند الكابتن محمود الدره يعني في دبي. هو الدكتور ده مش فاكر كان اسمه ايه بصراحه، كنت اتكلمت عنه في الفيديو اللي قبل اللي فات. فهي مش 100% ان هي مش 100% يعني ممكن يعالج منها، ولكن لما تروح لحد مختص طبعا يعني انت بتبقى عملت اللي عليك وزياده. وللاسف يا جماعه هو مع مرور السنين الموضوع بيسوء. فالجزء التحتاني 2022 احسن مليون مره. الجزء الفوقاني ممكن اقول لك منطقه القطنيه احسن. التنشيف طبعا في 2022 افضل، ولكن انا شايف ان التجانس العضلي في 2015 كان احسن بكتير. ايه هو التجانس العضلي ده؟ ان مفيش عضله خدت عينك عن بقيه العضلات. وعلى فكره دي الجادجز او الحكام بيحطوا لك نقطه بالسلب عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى لو واحد دراعته كبيره قوي ووسط رفيع قوي وما عندوش مجانس مثلا مش متواجده مع دراعاته، هتبص اول حاجه عينك هتروح عليها دراعاته، اول حاجه هتروح عليها دراعاته. فوانس ان عينك راحت على جزء او على عضله غير العضله الثانيه، ده معناه ان انت الجادجز بيدي لك نقطه بالسلب. وكل ما بتاخد نقاط بالسلب كل ما ده بيسكور يو داون او بينزلك يعني في المراتب. لا 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 لا، البوز ده عالمي قوي في 2015 يا جماعه. انا عرفت ليه الفيديوهات دي انتوا بتبعتوها لي بصراحه. بص اوفر اول بصراحه، الحق يقال يعني منطقه الميد سيكشن دي اكتر حاجه انا هكومنت عليها. البيج رامي احسن في كل حاجه، في كل حاجه. بس منطقه الميد سيكشن او منطقه البطن في 2015 طبعا منطقي 100% احسن بكتير جدا. طبعا رجلي في 2020 او 2022 احسن بكتير جدا من قبل كده. منطقه القطنيه مش هقول لك تفاصيلها، ولكن هو ما كانش مصاب ساعتها فتفاصيلها كانت واضحه مش ممسوحه قوي زي 2022. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم يا جماعه. ما تنسوش تشتركوا في القناه، يعني يا ريت تشتركوا في القناه يا جماعه. الزر اللي تحت اللي تحت ده اسمه سبسكرايب، وبرده اللايكس والله بتفرق جدا، والكومنتس فبتعرفوا يعني اليوتيوب ان الفيديو ده كويس، فيبتدي يوسع الفيديو ده لنطاق اوسع ويوري الناس اكتر. وبجد يا جماعه هكون ممتن جدا لو عملتوا ده. اخر حاجه بالنسبه للتدريب الاونلاين، ممكن تسيب لي كومنت تحت الفيديو ده او تبعت لي رساله على رقم الواتساب اللي موجود برده في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف. وبس اشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.